عندنا ملاحظة أيضا، الأسماء المنتهية بالألف المقصورة. قلنا في موضوع التنوين ملاحظات، الملاحظة الثالثة الأسماء المنتهية بالألف المقصورة مثل هدى وربا وفتى ومستشفى ورحى، هذه كلها أسماء منتهية بالألف المقصورة. هذه الألف المقصورة مستشفى ورحى، هذه ألف مقصورة. هذه الأسماء إذا كانت منتهية بالألف المقصورة فالتنوينات سواء تنوين الضم أو تنوين الفتح أو تنوين الكسر لا ترسم على الألف المقصورة في هدى أو ربا أو فتى أو مستشفى أو رحى. الأسماء المنتهية، انتبهوا طالبات، الأسماء المنتهية بالألف المقصورة مثل هدى وربا وفتى ومستشفى ورحى، لما أريد أرسم التنوينات الثلاثة، إحدى التنوينات الثلاثة على إحدى هذه الأسماء الكلمات، ما أرسم التنوينات الثلاثة أو إحدى التنوينات الثلاثة على الألف المقصورة، لا ترسم، وإنما ترسم على الحرف الذي قبل الألف المقصورة. مثل هدى، أرسم التنوين على الدال، هدى، رأيت هدى، أرسم تنوين الفتحتين على الدال. ربا، أرسم تنوين الفتحتين على الباء أو التنوين الكسرتين أو تنوين الضمتين. ملاحظة مهمة جدا، الأسماء المنتهية بالألف المقصورة لا ترسم التنوينات على الألف المقصورة، وإنما ترسم على الحرف قبل الأخير، قبل الألف المقصورة نرسم إحدى التنوينات الثلاثة عليها. معلومة وملاحظة مفيدة أخيرة، من الخطأ أن نكتب كلمة شكرا بالنون، أي هكذا شكرا أو شكران. يعني بعض الطالبات لما تكتب شكرا تكتب شكرا بهذه الصورة أو بهذه الصورة، هذا خطأ. شكرا ترسم هكذا، لأن التنوين لا يكتب على شكل نون. لما نقول شكرا شكرا، احنا ايش قلنا؟ لا ترسم النون الساكنة، تلفظ ولا تكتب. احنا نقول شكرا، لكن لما اجي اكتبها ما اكتبها بهذه الصورة ولا اكتبها بهذه الصورة، شكران او شكرا. اذا لان التنوين لا يكتب على شكل نون، تلفظ لما نقول شكرا تلفظ، ولكن لما أجي أكتب كلمة شكرا ما أرسم النون الساكنة، شكرا أو شكران. إذن هذه ملاحظات مهمة تخص موضوع التنوين. الملاحظة الأولى، نحذف التنوين من النطق عند الوقوف على الكلمة المنونة. هذه قصة جميلة، ما يصير أقول جميلة، لأن القاعدة تقول نحذف التنوين عند النطق عند الوقوف على الكلمة المنونة. الملاحظة الثانية، لا يجتمع التنوين مع أل التعريف في الاسم. ذكرنا أنه من علامات الأسماء دخول أل التعريف، فإذا أدخلنا على الاسم أل التعريف ما يجتمع أل التعريف مع إحدى التنوينات الثلاثة، مثل رأيت الطالبة، الطالبة اسم أدخلنا أل التعريف، لما أجي أدخل إحدى التنوينات الثلاثة ما يصير، لأن أل التعريف وإحدى التنوينات الثلاثة لا تجتمع في كلمة واحدة. والملاحظة المهمة الأخيرة، الأسماء المنتهية بالألف المقصورة ترسم التنوينات الثلاث على الحرف الذي قبل الألف المقصورة. الأسماء المنتهية بالألف المقصورة ترسم التنوينات الثلاث على الحرف قبل الألف المقصورة.